أداء حماد. نايف الحزيمي. نايف؟ يا نايف. ايه طبعا استاهل نايف. عندك القراءة يا بوي. عندك القراءة. الله 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 الله. انت في غرفة الإفاقة من البنج. من البنج؟ وتطلب من الدكتور طلبات غريبة لأنك غير مدرك لما تقوله. انت في العناية مركزة والبنج موجود في الجسم، تطلب من الدكتور طلبات غريبة عجيبة. شنو يطلع منك يا نايف؟ طيب من بيعاوني يا عيال؟ مين يعمل الدكتور؟ تختار الدكتور. حمد دكتور. حمد تفضل. يلا يا نايف معك دقيقتين. انت شكلك دكتور من في السودان قابلتك. لا يقول لك طلع لك اشياء من راسك. كشاف من راسك. طبعا ما فيه سرير بيستخدم الكرسي. طلعت بس استريح. ايوه نيرسز. نيرسز نايف. هلا نايف. انا نايف. صحيت؟ هاي دكتور. صحيت؟ ايه. شلونك يا ابو؟ بخير الحمد لله. تفضل. خلاص خلص. هذا وش؟ ارتاح ارتاح. هذا عصير؟ افاقه افاقه. نسحب البنج منك. ارتاح. اللي داخله عصير؟ ارتاح. اي عصير. عصير وش؟ عصير. عصير ايش؟ افاقه. وش افاقته؟ مستشفى. انا في مستشفى. ايه. وين انت؟ وين كنت؟ ايش كنت داخل عندنا عشان؟ في البيت تسوي عمليه. والله سويناك العمليه وانت سليم. انا نايف. حول ولا قوه الا بالله. نايف نايف. انت الان في فتره ارتاح. حلو. ارتاح. نزل يدك. ارتاح ارتاح. اهلك جاوا قبل شوي يسالون عنك. وش يبون؟ يسالون عنك. وش يقولون؟ يقولون شلون نايف. قل طيب ان شاء الله. قلت قلت طيب. قلت طيب. ايوه. وين راحوا؟ عارف ذا وش ذي؟ هذه اللي جايه ليدك هنا وش؟ عبد الله الشهراني ولا؟ بالضبط. هذه الحديده عبد الله الشهراني. شفت هذه اللي يدك؟ ايه؟ نواف عتيبي. لا سويها والله. تبي شيء نجيب لكم برا؟ ايه. ايش تبي؟ جيب لي سماعات. ها؟ سماعات. وبعد؟ اي شيء على ذوقك. مكيف. تبي مكيف؟ اي شيء على ذوقك. والله انت عبيط يا انت. ليه؟ والله يا عبيط. ارتاح. طيب. ارتاح يا بابا. ارتاح ارتاح. نزل. ما ترفعش يدك عشان ما يطيح عليك عبد الله الشهراني. الحمد لله. شكرا. يعطيك العافية. خلص الوقت. شكرا نايف. شكرا حماده. طبعا المشهد انت